هاد البينسينغ هادي اخ ديالي غير كتلصق، لا عيار كتلصق، كندير وكندير هادشي ولكن مكنمشي الدار كنحيدو. هذا ماشي تطواج، تطواج حاليا راس، انا موهوب بهادشي وكنعشق هادشي والموهبة ديالي هي هادشي. بغي ينتقدني انه ينتقدني باش انتقادات بناءة، اما كاين وكل واحد الاخوان نجو ندوي مع البيبلي، كندوي مع البيبلي، ندوي مع الشام المغربي، ادو معايا كاني انسان. حيتاش انا الدومين ديالي هادشي وانا كنموت لهادشي، حتى جاوني بزاف تاع خدامي وما بغيتهمش، جاوني بزاف بزاف بزاف، ولكن انا كنعشق هادشي ديال الاكسسوار. عندي دوموا ديال 6 شهورين كنخدم صافي، اما الايام الاخر الشتاء بعض المرات 10 دراهم، بعض المرات ما كاينش ما يجيبش الله والله، بعض المرات كنتسلف، المهم بخير الحمد لله. نهار فرحان ونهار ما فرحانش، نهار كاين ونهار فرحان، ماشي في هاد الدنيا تخلقنا حنا باش تكون توجو ديما انك تكون فرحان وضاحك، لا يمكن. حنا في لابلاج دابا راه هذا هو 19 عام في لابلاج، فهمت، 19 عام كنتسنى انهم يعاونوني يعطوني شي اما مبادره ولا شي وثيقه، حيتاش انا مريح ما نمشي رسمي، فهمتيني؟ شوي ولكن بالأقدمية. السلام عليكم، معكم جواد مرقب مول الطاولة، كما كيعرف الجميع كما دار الدرجة مؤخرا كما كتشوفوا في وقت وجيز وصلت 100,000 متابع في التيك توك والانستغرام حاليا 7K، هادشي بفضلكم الاخوان، بفضل بزاف ديال الناس اللي موتيفاني مزيان وعطاني اني طموح باش نكمل في هذا المجال ديالي في هذا الكونسيبت والمحتوى اللي اني غادي فيه شي حاجة زوينة في مستوى. وكما بغيت نقول بالنسبة للشباب انهم يخدموا كما انا بديت من الزيرو، كيعرف بزاف ديال الناس في اسيا بديت من الزيرو، راه بديت تحت من الزيرو ودابا بخير الحمد لله، من قل من الدص، من تحت من الدص، ولكن دابا غادي الحمد لله سامر. كما كتشوفوا طابع بروج ديالي هو هذيك زوين. المهم بالنسبه لقيت انتقادات في انترفيو اللي قبل، هذه بيرسينغ، عندي بيرسينغ، هذه بيرسينغ هادي اخ ديالي غير كتلصق، هذا عيار كتلصق، كندير وكندير هادشي ولكن مكنمشي الدار كنحيدو. هذا ماشي تطواج، تطواج حاليا راس، انا موهوب بهادشي وكنعشق هادشي والموهبه ديالي هي هادشي، تقدر ترسم لك اي حاجه في ايدك. كما كتشوف هذا ماشي تطواج، كيبقى ديما هذاك كيحيد، كدوز واحد الوقت وجيز انه كيحيد. وبالنسبه للناس انتقادات اللي بغى ينتقدني انه ينتقدني باش انتقادات بناءة، اما كاين وكل واحد الاخوان نجو ندوي مع البيبليك، ندوي مع البيبليك، عندهم مع الشام المغربي، هادو معايا كاني انسان، عندهم الانسانيه، اللي ما عجبتوش حاجه فيا يمكن انه يقول لي ديك حاجه ما مزياناش فيك، حيد هادي ما خدامش هادي، ولكن الاخوان هادشي علاش ديرو، حيتاش انا الدومين ديالي هادشي وانا كنموت لهادشي، حتى جاوني بزاف تاع خدامي وما بغيتهمش، جاوني بزاف بزاف بزاف، ولكن انا كنعشق هادشي ديال الاكسسوار. بالنسبه للصيف كنخدم غير في الصيف، عندي دوموا ديال 6 شهورين كنخدم صافي، اما الايام الاخر الشتاء بعض المرات 10 دراهم، بعض المرات ما كاينش ما يجيبش الله والله، بعض المرات كنتسلف، المهم بخير الحمد لله. كنمشي كنتوضى كنصلي، قسما بالله اخويا المهدي اسمعني، كنتوضى كنصلي وكنحمد ربي وكنشكر، عرفتي علاش؟ حيتاش ربي اللي مكتب لي هذاك الرزق ديالي، عارف باللي واحد النهار غيكون عندي، نهار عندي ونهار ما عنديش، كما واحد النهار كتكون نهار فرحان ونهار ما فرحانش، نهار كاين ونهار فرحان، ماشي في هذه الدنيا تخلقنا حنا باش تكون توجو ديما انك تكون فرحان وضاحك، لا يمكن. الحياة بلا مشاكل ما حياة ما والو، هذا الشيء على إشهار المحتوى ديالي والبروجي ديالي، ولكن هذا الشيء أنا كنبغي، كنحب هذا الشيء، ولكن ملي كتلقاني في الزنقة في الشارع ما تلقانيش بهذا الشيء، فهمتيني؟ تقدر تلقاني عادي خاتم واحد ديال الزواج ديال المارياج، تقدر تلقاني براسلي واحد، سلسلة واحدة، نخلي غير واحدة، ولكن ما كنمشي للدار الحياة، ولكن جينا أنا كنولي إشهار. دابا كاين بزاف ديال الناس، أنا نعطيك غير مماتي، غيجي عندي مثلا أكليون دابا كليان هنايا غيقولوا لي بغيت تاتواج حلال، تاتواج اخوان انا عاون نشرح عليكم، تاتواج حلال، انتقادات حرام، هادشي جهنم، ما فيه لا جهنم لا والو، بحال النقيش، باش نكونوا متفقين، انا ما كندوكش على قولة الله اكبر، ما كندوك لا بلي ابره لا والو، كنرسم غير بالماركور بيرمانون، نقدر نرسم لك اي حاجه كما كتشوف كتالوجات بزاف تاع الحوايج. دابا بحال مثلا جا كليان، جاو كليان
وشافوني انا مدير لا تطواش لا والو كيخاف على وليداتي ما يبغيش انهم يدير لهم تطواش فهمتيني يقول لك لا راه انت ماك ما ديروش كيشوفك انا داير كيزعم بحال مثلا التطواش ديرو هذيك يعني حاجه هذيك يعني حاجه الشبكه ولكن ملي كنمشي للدار كندير الشبكه والصابون كنحك كندوش ما كيبقى والو كنولي واحد اخر اللي باغي يبدا الاخوان شوف كيقول لك ربي اشرى عبدي ونعاونك فهمت على قلت الله اكبر المهم كما كتشوف خاص بنادم الشباب يخدم بالنسبه انه يبقى يقرا يقرا انا ضيعت حياتي في القرايه كما كتشوف بكالوريا ديالي هي فين معلقه في الطابله ويد خدام بها هاي هاي البكالوريا ديالي الاخو فين 2015 ديبلومات اللي ما ندوي عليكش بزاف اولا وبالنسبه اللي بغى يدخل عند القناه و راه فلوكات زوينه بمستوى هاي الاخوان نمر التليفون اللي خاصو اي حاجه مرحبا اللي بغى تطواش كيبقى شهرين مرحبا الاخوان اللي بغى براسيه ديال السميه نقدر نصيفطهم اي مدينه مرحبا بجميع المدن مرحبا بالجاليه المغربيه ومرحبا باي واحد واللي عنده اللي ما عندوش مرحبا بي خوكم مود الشعب بادي من الزيرو واللي عنده اللي كيعرفني راه عارفني كيف داير اه بيان سور ماشي ما تبعش قرايه لا اخوان قراو ما تقولش انا بالنسبه لي انا ندبت حداش كملت قرايت علاش حداش ما هذاك الشيء الحاجه كتقول وصل لها ما وصلتش ليها وغير عندي هذه الهوايه اللي اني مشيت بدعت فيها وكبرت فيها البروجي وبقيت غادي فيها فهمتي ولكن بخير وعلى خير انا حامد ربي وشاكره بالقليل فهمتي فاش ربي عطيني بيان سور باغي نطور اخويا المشروع ديالي كما كتشوف دابا حاليا كما شوف لقيتيني في لابلاج دابا انا في لابلاج دابا راه هذا هو 19 عام في لابلاج فهمت 19 عام كنتسنى انهم يعاونوني يعطوني شي اما مبادره ولا شي وثيقه حيتاش انا مراتي ما مشي رسمي فهمتيني شويه ولكن بالاقدميه ولكن داكشي موكل ليا والو فهمتيني الاخ ديالي المهم بالنسبه للشباب كاين الناس الشباب كاين في هذه البلاد كاين الناس زوين وكاين الناس خايب كاين اللي بغي يخدم وكاين انه اللي بغي يخربق راسو وبغي يضيع راسو من المخدرات وزيدو زيدو يتبلى المهم حنا ندعو على ديك الفئه اللي باغي تخدم وما قلقيش اخوان كاين اللي كيبدا ب 300 فرانك 60000 ريال انك دير باب بروجي تجيب حوايج من كازا درب عمر اخ ماسي هي قيصريه البيضاء وتبدا على قد الحال هاك الروسه كما كتشوف دابا في لاكورنيش عامر كلشي خدام راسو كما كتشوف واحد السيده هو ديال الكبال هنايا قال لي كبرت عائله راه فينا هو مقابل معاه ها بالكبال وكل مره في مدار الناوره كيدور معاه مره كيقول لي رمضان التمر مره الكبال كل مره مره الدلال المهم خدام طيب وهاري المهم عنده كروسي يدير فيها اللي بغا ولكن انا ما كنديرش حاجه اخرى انا اكسسوارات هما دومين ديالي وما جا في اي بلاصه خاصني نصيف نبدع ندير شي حاجه جديده نطور 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 بيان سور اخويا خاصو يدير اي حاجه ولكن ديال الحلال ماشي اي حاجه اخوان اي حاجه ديال الحال المنتقدين كنشوفكم تحيه لكم كاملين انتقادات بناءه ما بغيتش ديك الانتقادات ديال خويا راك واشم خويا راه ما واشم والو انا خوكم راه الصوم شام الصوم والو هادشي كيحيد عادي وراه بزاف تاع الناس كنلقاهم هما شو صحاب المنتقدين كاين فيهم مرض كاين اللي كيشارجي 5 دراهم كونيكسيون وكيبقى كيدوي كيلقى كومونتيرات طن 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 كتب لي كتب لي طن 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 كتب لي كتب لي حنا عارفين هادشي وكلشي عارف هادشي واش نقول لكم كلمة الأخيرة أخويا كنتمنى من المسؤولين أخويا دايرين خدمتهم غير شي ناس قلال اللي لأنهم هما اللي مخسرين هاد البلاد فهمتي اللي خاسرين هاد البلاد أما البلاد ديالنا زوينة كما قلت لك في انترفيو اللي فات اللي دار ضجة راه كاين عندنا فوسفات عندنا المرسى عندنا الفخار عندنا بزاف بزاف شوية عندنا كناكلو حنا 8 دراهم سير شي مدينة أخرى سير شوف شحال كتاكل شوية وماشي شوية اللي تاكل في إس حنا راه عارفين هادشي ايش نناقوا لبعضيات وكل اللي كيدير ثاني كاين اللي كيخدم العام كيدير الشواه المهم هذا ماشي موضوع انا الموضوع ديالي هو انه بروجي ديالي كنتمنى من المسؤولين يعاونوني باش نوصل شي حاجه اكثر من هذا الشيء وباش اني ما نضيعش فهمتيني حيت انا عندي مسؤوليه قصيره لوالديه زائد راني مارياج مزوج فايت من دوت في هذا الشيء اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة